مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب. دكتور أيمن، بعد التحية، يعني مجلس أمناء الحوار الوطني أكدوا ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى. إلى أي مدى يساهم هذا الأمر في الخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع؟ اهلا وسهلا سيادتك يا فندم ومشاهدينك الكرام. اولا طبعا احنا بعد المرحله الاولى من الحوار الوطني، تلك الدعوه التي اكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي كان لها اثر كبير جدا في تشكيل الحقيقه الحياه السياسيه في مصر في العصر الحديث، هي مشاركه واسعه تضم اليها كل الاحزاب والمشاركه من المراه والشباب وبالتحديد الاحزاب المعارضه قبل الاحزاب التي يطلق عليها احزاب الموالاه. كان هناك الحقيقة العديد من المخرجات، تلك المخرجات الحقيقة الحكومة مشكورة نفذت العديد منها، ويبقى جزء قليل جدا من مخرجات المرحلة الأولى. مثل إيه لزم تنفيذه يا دكتور؟ رقم واحد فيما يتعلق مثلا في المناخ الاقتصادي على سبيل المثال، مثلا تم إصدار الرخصة الذهبية، يعني لما كنا بنقعد بال 18 وال 22 شهر عشان نصدر الرخصة للمستثمر عشان يشتغل، كان بيهرب ويسيب البلد ما بيشتغلش. النهارده لا، الرخصة بتطلع في أقل من 6 أيام، ورخصة ذهبية في كل الأنشطة يشتغل وبعد كده يستوفي الموافقات المطلوبة. تكاليف إنشاء الشركات اللي كانت كبيرة جدا وبمئات الآلاف أصبحت بمئات الجنيهات فقط. تشكيل وحدة في مجلس الوزراء، أهم مكان في مصر لمعالجة أو للتدخل في حل منازعات الاستثمار، أي مستثمر عنده مشكلة بيروح لها فورا وتشوف الوزارة المعنية بنشاطه وبتحلها بشكل سريع جدا وجدي. طبعا وضع خريطة استثمارية ما كانش موجود في جمهورية مصر العربية للأسف الشديد في السنوات الطويلة جدا الماضية، يعني على مدار 50-60 سنة ما كانش عندنا ننتج إيه ما ننتجش إيه، أنه مستثمر نديله مساعدات، أنه مستثمر إحنا مش محتاجين نشاطه دلوقتي، أنه مستثمر الحكومة تقدر تقوم بالدور ده، يعني ما كانش عندنا حاجة اسمها خريطة استثمارية لمصر، ده تم وضعها الحقيقة. نقدر نقول برضو كمان الإعفاءات اللي تمت، يعني النهاردة 5 سنين إعفاء لكل مستثمر جديد، رقم الحقيقة عظيم جدا من توصيات الحوار وأخذت به الحكومة والسيد الرئيس أصدر قرار بيه. وكمان ال5 سنوات دول ممكن يبقوا 10 سنين إذا كان هينتج سلعة محددة محتاجها شعب مصر ومحددة على سبيل الحصر في السلع الغذائية والمؤن الأساسية للمواطن، يبقى إحنا بنتكلم في طفرة الحقيقة وحزمة كبيرة جدا تمت في هذا الإطار. في الإطار الاجتماعي، الدعم ورغبة الأسواق وخفض الأسعار والاتجاه المباشر بشكل قاطع جدا نحو زيادة الدعم في التعليم. طبعا السنة دي أكبر موازنة يتحط لها رقم في التعليم، بنتكلم على 858 مليار جنيه للتعليم، يعني زاد 50% عما كان عليه العام الماضي، ده رقم الحمد لله كبير وضخم جدا. طيب بنتكلم في المرحلة القادمة، ما هي الشكل التحرك المجلس فيما يتعلق بطرح أطروحات جديدة على الحكومة، وكم من الوقت تحتاجه الحكومة الجديدة حتى تستطيع تنفيذ هذه أو المشاركة في تنفيذ هذه التوصيات؟ رأينا جميعا وشفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم على إطلاق المرحلة الثانية قال بشكل دقيق جدا لابد من تعميق المرحلة. دي معناها يا فندم؟ معناها ان احنا مش هندي توصيات فقط والحكومة تلتقطها وتنفذها، لا، احنا هندي روشتة كاملة واضحة، يعني توصية هذه التوصية مرفق بها طريقة التنفيذ. وكان على أثر ده أن أول 3 جلسات فاتوا تعاملوا الحقيقة، أول 8 جلسات تعاملوا، الحكومة بقت شريكة بشكل أكبر، بقى التمثيل الحكومي جوه الحوار الوطني بدءا من الوزراء ووكلاء الوزراء ومساعدين الوزير قاعدين. هنا القرارات يا فندم ما بقتش بس من خبراء مصر ولا من أساتذة الجامعة المصرية ولا من الشباب ولا رجال الأعمال ولا العمال نفسهم اللي مشاركين في الحوار، لا، ده كمان بقت الحكومة بتقول لنا احنا عندنا إمكانيات ده نقدر نزوق فيه دلوقتي. طب في أولوية، بقت الحكومة القرار أو التوصية بتطلع قبل التنفيذ الفوري. هذا هو الجديد وهذا هو ما تم الإعلان عنه من السيد الرئيس، ثم نبه عنه السيد الحقيقه رئيس الوزراء وادانا تفاؤل في ده لما قال ان الحكومه ملتزمه بتوصيات الحوار الوطني. اشكرك جزيل الشكر الدكتور ايمن محسب، عضو مجلس النواب.